الذكاء الاصطناعي متخيلين ان هو اللي هيقود البشر في الفترة اللي جاية، هو اللي هيوجههم في المستقبل؟ حضرتك بتتكلم عن تصنيع لفئات من البشر او تصنيع لروبوتس، واحنا لسه حضرتك كنت برضو بتتكلم عن ايلون ماسك وازاي بيتكلم عن شرائح ممكن تتزرع في جسم الانسان عشان تقدر تبعت يعني سيجنلز واشارات للاطراف. احنا شايفين الذكاء الاصطناعي هو اللي سايق زي ما بنقول باللغة الدارجة. هو الذكاء الاصطناعي اللي صنعه في الاخر واحد مبرمج، هو اللي بيحط الاساس او الفاونديشن. فهو الذكاء الاصطناعي ممكن يتطور وممكن يحاكي سلوك الانسان، بس هو الخوف من ان الناس اللي بتصنع البرامج او الميثودز اللي بيستخدمها الذكاء الاصطناعي هي اللي تحاول تسيطر على الناس. عارفه عامله زي السوشيال ميديا او الميديا بشكل عام، انت بتحاول تدي رسائل معينه للمجتمع اللي انت فيه، والرسائل دي ممكن تكون صحيحة أو مشوشة، بس أنت بتحاول يعني الميديا طول عمرها بتستخدم إن هي توجه الناس في اتجاهات معينة. طب الذكاء الاصطناعي ممكن يستخدم نفس الاتجاه برضه، فاهماني؟ تمام. طب باشمهندس فادي، زي ما ذكرت من شويه يعني بدأ ملامح الروايه تتحقق على ارض الواقع، يعني ايلون ماسك رئيس مجلس اداره شركه تسلا ومالك منصه اكس بيتكلم على زي ما قلت لنا من شويه انه في ابحاث بتحط شرائح او وصلت الى تركيب شريحه في عقل الانسان او زرع اول شريحه الكترونيه في دماغ الانسان. انت شايف الى اي مدى الفتره اللي جايه ممكن الواقع يسبق الخيال وتتحقق حاجات كتيره جدا؟ وسؤالي كمان معلش التاني، يعني اي كاتب بيحب يوصل لاكبر عدد من الناس والجمهور ومتذوقين الادب، يعني شايف الى اي مدى احنا عندنا في العالم العربي وفي مصر تحديدا فكره التواصل مع ادب الخيال العلمي او بنحب نقرا الخيال العلمي؟ تمام. بالنسبه لسؤالك الاول، التكنولوجيا بتتسارع بمعدل كبير جدا الفترة الأخيرة دي. زي مثلا المثال اللي أنا ضربته على التليفون المحمول، في العشرين سنة ظهرت تطبيقات كتيرة جدا ما كانش حد أبدا يتخيل إن هو ممكن يشتري ويبيع عن طريق التليفون. صحيح. الذكاء الاصطناعي نفس الحكاية برضو، دلوقتي في وظائف مهددة إن ممكن تتعمل أو يحصل لها أوتوميشن عن طريق الذكاء الاصطناعي. وانا شخصيا بلمس الموضوع دوت هنا في امريكا كتير، ان في شغلانات دلوقتي بدات يستخدموا الذكاء الاصطناعي فيها، بس دي برضو بتخلق فرص عمل جديده لان هم بيحتاجوا ناس تشتغل في ان هي تنمي مواضيع او تشتغل في ابلكيشنز جديده او تطبيقات جديده تستخدم الذكاء الاصطناعي. فطبعا الفتره اللي جايه التسارع ده هيحصل، ان في وظائف هتنتهي، في وظائف جديده هتظهر. الناس اللي هتقدر تكوب وذ التقدم دوت او التسارع دوت، الناس اللي هي هتقدر بيقولوا اللي هي تتأقلم مع الموضوع دوت بان هي تغير السكيل سيتس او تغير المواهب مهارات. او بالظبط تغير الحاجات، يعني التعليم يتغير، السلوكيات اللي تتغير بحيث انها تواكب التغير المتسارع في التكنولوجيا ده، ساعتها هي دي الدول اللي هتكسب، لان هو هيقدر يستخدم الفول بوتنشال او الامكانيات بتاعت الذكاء الاصطناعي. الناس اللي هي هتتاخر وهتفضل مستخدمه الحاجات القديمه وما بتتطورش، هي ديت اللي هتبقى هنا بقى برفلكت على القصه او بعكس القصه بتاعتي. انا قلت جينيا، بس هنا في تكنولوجيا، الناس اللي هتبقى متاخره تكنولوجيا هي هتبقى مش قادره تواكب التسارع التكنولوجي دوت، وهتفضل طول عمرها معتمده على الناس المتقدمه تكنولوجيا. انا هديك مثال بسيط جدا، انت اي مكالمه تليفون بتعملها دلوقتي، الشركات الكبيره زي مايكروسوفت او اوراكل او ابل بياخدوا جزء من حضرتك، من الفلوس اللي انت بتدفعها في ثمن الفاتوره او الكارت اللي انت بتشحن بيه الموبايل بتاعك، مجرد ان انت بتستخدم سيستمز الناس دي صناعتها او عملتها، سوفت وير هم عملوه. فتخيل انت في مصر بتتكلم في التليفون مع صديقك، لكن مايكروسوفت عماله بتسحب منك فلوس لان هي صنعت جزء من السوفت وير اللي انت بتستخدمه.